أعلنت وزارة المالية اتخاذ الوزارة الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة، تشمل الإجراءات استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة، بالإضافة إلى تطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية. احتفلت البورصة المصرية ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالسوق الرئيسية لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول. كما نجحت إدارة البورصة المصرية في جذب شركات جديدة للقيد منذ بداية العام، وانتقل عدد من الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. أنهت البورصة المصرية تعاملات نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى تقريبا 2 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.96% مغلقا عند مستوى 30937 نقطة، فيما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.43% مغلقا عند مستوى 7100 نقطة، فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.82% مغلقا عند مستوى 10069 نقطة. أكدت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصيني، أكدت أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا في صافي تسويات النقد الأجنبي بقيمة بلغت 8.7 مليار يوان، حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي، وذلك في أغسطس الماضي. فيما أوضحت الهيئة أنه في أغسطس الماضي أيضا وصلت التجارة الخارجية الصينية اتجاهها نحو الصعود، حيث زاد صافي تدفق الأموال عبر تجارة السلع بنسبة 11% على أساس شهري، بينما استمر نمو صافي رأس المال المتدفق إلى سوق السندات المحلية في الصين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحافظ سوق النقد الأجنبي في الصين على عمليات مستقرة مدعوما بالانتعاش الاقتصادي السليم للبلاد وأيضا المرونة السوقية المتزايدة. مشاهدينا، نهاية نفذتنا الاقتصادية، عودة مجددا إلى دينا وهبة، فإليكم. شكرا لك الرجاء رمزي.